بما اني بكلمك على المخزون بتاع الغاز اللي في شرق المتوسط، وبما ان احنا كمان اشتغلنا على مخزون غاز، او بالادق هذا المنتدى اللي قدرنا نعمل بيه كمان موائمات وتحالفات سياسيه كبيره، وبيه عرفنا نصفر المشاكل، ودي حدوته تحكى يعني في وقتها. هاخدك على مخزون اخر. الرئيس تحديدا وجه بانه لازم نعمل تامين لمخزون استراتيجي من سلعنا الأساسية ومنتجاتنا الغذائية على مدار العام. على مدار العام، يعني مش شهر واثنين وثلاثة، على مدار العام. فوزارة التموين تبدأ في تدشين أكبر مشروع قومي لإنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية لأول مرة تحصل في مصر. لا مصر الملكية ولا مصر الجمهورية ولا حاجة خالص، ما كانش عندنا الكلام ده. طيب وهنشتغل ازاي؟ هنشتغل بالظبط زي المعايير والنظم العالمية ما بتقول. طيب ازاي؟ ما انا برضه لازم افهم. خلوني اخد معايا على التليفون الدكتور هبة السيد، معاون وزير التمويل لشؤون الاستثمار. اهلا بيك يا دكتور هبة. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. هبدأ بأنه هو ده حلم ولا علم يا دكتور هبة؟ مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية والسلع الأساسية في مصر؟ يعني حلم وأصبح علم الحمد لله. طب الحمد لله، أرجوكي فهمينا أكتر واشرحي لي أكتر. بص حضرتك، طبعا زي ما حضرتك قلت ده توجيه رئاسي. أكيد بعد أزمة كورونا وبعد أزمة الحرب الروسية أكيد حصل، يعني تعرضنا لبعض الأزمات الحمد لله، يعني إحنا بلدنا ما حسيتش أو المواطن ما حسش بالأزمات دي بشكل مباشر، لكن كان لازم الدولة والحكومة تاخد بعض الاحتياطات لأي أزمة ممكن تحصل في المستقبل. يعني فكانت الحقيقة توجيهات فخامة الرئيس أن يجب أن يكون هناك مخازن استراتيجية للحفاظ على مخزون استراتيجي لفترة أطول من الفترة الحالية لتأمين السلع الغذائية للمواطنين في أي وقت وأمام أي أزمة. يعني وقد كان حقيقة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت فورا بوضع مخطط لنشر المخازن الاستراتيجية، وهي بالمناسبة السويس ده أحد المستودعات الاستراتيجية. إحنا في عندنا مرحلة أولى أربع مستودعات في أربع محافظات، السويس أحدهم، وفي في الشرقية وفي في الأقصر وفي في الفيوم. إحنا النهاردة حطينا حجر أساس أحدهم وأولهم في السويس، وده طبعا هيخدم زي ما حضرتك عارف إقليم قناة السويس بكل المحافظات المحيطة، فهو من المواقع كمان الاستراتيجية الهامة جدا. المخازن الاستراتيجية الحقيقة أهميتها هو طبعا مشروع قومي، أهميتها بتكمن في إن يعني إحنا لو في نقص في السلع في السوق عندنا حل من اثنين، يا نزود الإنتاج يا نحافظ على الإنتاج الحي. إحنا حاليا كان بيحصل عندنا فقد في المنتجات الغذائية بنسبة معينة، ولكن الفقد ده كان إلى حد كبير بسبب سوء العملية التخزينية أو عدم وجود بعض الظروف التخزينية المناسبة. وجود مخزن استراتيجي على أعلى مستوى وقائم على تكنولوجيا عالية جدا في التخزين وفي متابعة المخزون أيضا، ده بيدي يعني الحمد لله ميزة إن إحنا بنقدر نحافظ على هذا الفاقد، فبالتالي المعروض بيزيد، فبالتالي بنأمن المواطن بسلع أساسية أكتر، وبالتالي بشكل غير مباشر ممكن يأثر في السعر على المدى البعيد. فالحقيقة المخزن الاستراتيجي أو هذا المشروع القومي هو مشروع قومي هام جدا، أخذ أولوية واهتمام كبير من فخامة الرئيس ومن السيد دولة رئيس الوزراء، وتم تنفيذه الحمد لله من خلال وزارة التموين، والنهاردة بنحتفل بأول مشروع في محافظة السويس. طب ده كلام حلو قوي. أنا على حد علمي، وأرجوك يا دكتورة صححي أخطائي، إنه إحنا عندنا بعض السلع قدراتي فيها أو مخزوني منها بيصل لأربع شهور، سلع أخرى تقريبا خمس شهور وأسبوع أو أسبوعين، وسلع أخرى ما بين ست وسبعة أشهر. المشروع الجديد يخلينا نخزن لل 12 شهر؟ بص يا فندم، حضرتك زي ما قلت إحنا كل سلع ليها طبيعة تخزين مختلفة. صحيح. خلينا نقول في الاخر ان احنا هنضاعف هذه الفتره التخزينيه. حلو. يعني اللي اقدر اخزنه عندي على الشلف اسبوعين يبقى شهر، اللي اقدر اخزنه على شهرين يبقى اربعه، وهكذا. احنا في محاولات لمضاعفه
الفترة التخزينية لهذه السلع باختلاف نوعيتها، باختلاف أساليب تخزينها، لتأمين يعني مخزون استراتيجي أكبر مما هو موجود. إحنا الحمد لله عندنا ومأمنين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية. وبرضه عايز أقول لحضرتك إن المخازن دي لتخزين المنتج منتهي الصنع، يعني المنتج القابل للاستهلاك النهائي اللي هو على طول بيوصل للمستهلك النهائي. فطبعا ده اللي هي الأنشلف، يعني ده بالنسبة لنا احنا المخزون الأنشلف مش حاجة رو يعني. أيوه. فاحنا بنأمن المنتجات او السلع اللي هتنزل السوق لمدة اطول او بمضاعفة مدة المدة. ده معناه دكتورة انه استحالة يحصل بعد كده التلاعب اللي بيجرى من البعض من انه اصل ما فيش السلعة الفلانية فنرفع الاسعار. طبعا استحالة. طبعا خليني اقول لحضرتك برضو حاجه تانية، يعني من مزايا المخازن الاستراتيجيه، حضرتك لما بيكون عندي نظام مميكن لمتابعه المخزون والمسحوب من المخزون، انا بقدر اخصص استراتيجي بعد كده، اقدر بناء على انماط الاستهلاك في كل محافظه اقدر اعرف المحافظه دي بتحتاج ايه وما بتحتاجش ايه. ممكن اكون دلوقتي بغذي محافظات ببعض السلع اللي هي ما بتحتاجهاش، فبالتالي ده فاقد في حد ذاته، ويكفي ان في عمليه النقل وفي عمليه التخزين الفاقد بيزيد. الموضوع المخازن الاستراتيجية وكونها مميكنة بشكل تام، ده بيدينا احنا فرصة للتخطيط السليم وفقا للأنماط الاستهلاكية ومعدلات السحب، بغذي كل مخزن وكل محافظة بما تستحقه أو بما تريده من منتجات وسلع بإذن الله. أنا بشكرك جدا جدا يا دكتور، كل شكر ليكي دكتورة هبة السيد، معاون وزير التموين لشؤون الاستثمار.